أرأيت جو الحديقة ولا أحلى؟ ها؟ الحديقة؟ ممكن، ليس دائما. أقصد في الربيع. الربيع؟ ما به؟ يختلف. يختلف؟ والبشر يختلفون. ها؟ أنا رجل وأنت امرأة. وما الفرق؟ المرأة تحمل وتلد وترضع، بينما الرجل لا يحمل ولا يلد ولا يرضع. المرأة تدرس وتتعلم وتمارس جميع المهن وتبرع فيها، وهي ند للرجل في جميع المجالات. وماذا عن الإعلانات الترويجية؟ الإعلانات الترويجية تعلمك التوفير، مش أشياء لا حاجة لها. غلط غلط، انظر، تعلن سيطرية الحياة عن زيت الإخصاب. ها، اشتري عبوتين واحصل على عبوة مجانا. زيت ماذا؟ زيت بذر الغراب الأسود. زيت بذر الغراب الأسود. الهمزة فوق الألف خطأ طباعي. غراب أسود. وهل يوجد غراب غير أسود؟ يمكن في الإسكيمو. لا يوجد غربان في الإسكيمو. الغربان في كل مكان، أينما تلتفت تجد غرابا. ليس في كل مكان، قد يكون بجانبك وأنت لا تميز. هناك غربان بشريون يرتدون أحدث موديلات الثياب ويجالسونك ولا تميزهم. طيب، بذر غراب، وهل غراب بذر؟ كل ما يبذر بذر، لكن البعض لا يبذر. تعرفين أنني أجريت الفحوص الأولية في عيادة الدكتور عاطف الأول، وتخطيط قلب في مستوصف الدكتور عاطف الثاني، وفحص بول وتحليل بول ودم، وفحص خصوبة في مستوصف الدكتور عاطف الثالث، ووظائف كبد وكلى في مستوصف الدكتور عاطف الرابع، وكانت كل النتائج إيجابية ما عدا تضخم بسيط في الكبد. أرأي حتى سؤالك ضع يلزمك هذا الزي. الآن يستبدلون أعضاء البشر بأعضاء خنازير مع وفرة الرجال الخنازير والنساء الخنزيرات. جارتنا زوجة الخنزير أنجبت توأم، واحد أسمر والثاني أشقر. وكيف ذلك؟ توهمت على شاب أسمر جميل. وماذا سمت الأسمر؟ شكسبير. والأشقر؟ شكسبير كأخيه، لكن الأسمر لا يرضع إلا من ثديها الأيمن. والأشقر؟ من ثديها الأيمن كأخيه تماما. وكم كان وزنه عند الولادة؟ من منهما؟ الأسمر. 3 كيلوغرامات. والأشقر؟ كأخيه بالضبط. وهل يبكي كثيرا؟ من منهما؟ الأسمر. لا يبكي إلا عندما يجوع أو يحتاج لتغيير حفاضة. والأشقر؟ غريب، كأخيه بالضبط. وما لون عينيه؟ ماء. الأسمر. عسليتان مائلتان قليلا كالعيون اليابانية. والأشقر؟ لا يختلف عن أخيه. حمبل. كم أشتهي أن يكون لنا أبناء. لقد اشتريت بالتخفيضات كل ما يلزم لبلادنا من لحظة الولادة إلى عمر السبع. خزاناته تكاد تنفجر. هذا توفير الغلاء على الأبواب. توفير؟ طبعا، لهذا أحتاج لخزانة جديدة. وهل أنت واثقة بأنك ستلدين بنتا؟ طبعا، وسأسميها نعيمة. أنا أريد صبي وسأسميه نعمان. بنت ونقطة أول صح. صبي ونقطة آخر الصح. بقبقة في زقزقة. كالقابض على الماء.
يفهم القارورة الفارغة. لا يعرف الكوع من البوع. لا نجني من الشوك لاينا. زاد في الطنبول نغما. يحرف بما لا يعرف. صدق أو لا تصدق. الناس أعداء ما جهلوا. كفى. صدق. أول العين غضب. ما هذا؟ لا شيء لا شيء. جرب الحذاء. عندي حل. توبة. ننجب توبة. بيز وصبي. وإن لم يواتنا الحظ. الإخصاب صناعي لا يرضي. صناعي؟ طبعا صناعي. كل شيء الآن صناعة. الغذاء صناعة. الدواء صناعة. الحب صناعة. الفن صناعة. الموت صناعة. الموت؟ إلى الحمام. شيء عفوا سيدتي، يبدو لي أنني التقيت بك في مكان ما. والله تتصل. يبدو لي أنني التقيت بك في مكان ما. ربما لوحتك في جونيا صدفة. هذا جائز جدا. أنا أتيت إلى بيروت من جونيا اليوم، ولكنني لا أتذكر جيدا بأنني لمحتك هنا. شيء عجيب. أنا جئت إلى بيروت من جونيا اليوم. شيء عجيب. غادرت جونيا الساعة 8 صباحا. شيء عجيب جدا. يا لهم صدفة، وأنا غادرت جونيا الساعة 8 صباحا. أنا أخذت حافلة الساعة 8 صباحا. شيء عجيب وغريب، وأنا أخذت حافلة الساعة 8. لقد شاهدتك في الحافلة على الأغلب. هذا جائز جدا. هذا ليس مستبعدا، هذا محتمل جدا. ولكنني لا أتذكر جيدا يا سيد. لقد كان مقعدي رقم 7 وراء السائق. شيء عجيب، وأنا مقعدي كان رقم 8 وراء السائق. إذا كنت تجلسين بجانبي، من الجائز أن نتقابلن هنا. هذا جائز جدا. حقا، ربما جائز. ألست أنت يا سيدتي التي رجتني أن أضع حقيبتها فوق الشبكة وشكرتني بعد ذلك؟ أنا هي يا سيد. شيء عجيب وغريب، يبهى من صدفة. أنا أسكن في شارع الحمرة. وأنا أسكن في شارع الحمرة. أنا أقطع في البناء رقم 7 يا سيدتي. وأنا أقطع في البناء رقم 7. شيء أكثر من عجيب. إذا لعلنا التقينا بذلك البناء. هذا جيد جدا، ولكنني لا أتذكر شيء عليها. شقتي في الطابق 7 وهي رقم 7 يا سيدتي. يا مستضافة غريبة، وأنا أسكن في الطابق 7 في الشقة رقم 7 يا سيد. عجيب عجيب. يوجد في غرفة نومي سرير عريض مغطى بلحاف أخضر، وغرفتي هذه تقع بنهاية ممر بين الحمام والصالون. يا مستضافة غريبة، في غرفة نومي أيضا يوجد سرير عريض مغطى بلحاف أخضر، وغرفتي هذا تقع في نهاية ممر بين الحمام والصالون يا سيدي العزيز. عجيب عجيب عجيب.
هذا يعني يا سيدتي أننا نسكن في نفس البناء وفي نفس الشقة وفي نفس الغرفة ولنا في نفس السرير، فلعلنا يا عزيزتي تقابلنا هناك. شيء عجيب، شيء جدا أننا تقابلنا هنا، ولكنني لا أتذكر جيدا يا سيدي. عندي طفلة صغيرة عمرها 5 أعوام وهي شقراء وجميلة جدا ولها عين حمراء وعين بيضاء واسمها روعة يا سيدتي. جلست طفل غريبة. وأنا أيضا لدي طفلة عمرها 5 أعوام وهي شقراء وجميلة جدا ولها عين حمراء وعين بيضاء واسمها روعة أيضا. عجيب عجيب، قد تكون نفس الطفلة يا سيدتي. جيد جدا يا سيدي العزيز. إذا أعتقد أنه ما من شك بأن تقابلنا هناك، وأنت زوجتي زكية رادع. هذا أنت يا سيدي زكية رادع. سأكشف لكم سرا صادما، زكي ليس زكي راتب، وزكية ليست زكية راتب، لأن لدى زكي ابنة لديها عين حمراء وعين بيضاء تماما كابنة زكية، ولكن ابنة زكي عينها اليمنى حمراء واليسرى بيضاء، أما ابنة زكية فعينها اليمنى حمراء واليسرى بيضاء، لذا فإن جميع الحجج التي قدمها زكي وقدمتها زكية تنهار باصطدامها بهذه العقبة التي تهدم النظرية من أساسها، رغم المطابقات العجيبة الغريبة التي تبدو كأدلة قاطعة. زكي وزكية ليسا والدي نفس الطفلة، لذا فإنهما ليسا زكي وزكية، ومهما اعتقد بأنه زكي واعتقدت بأنها زكية، ومهما اعتقد بأنها زكية واعتقدت بأنه زكي، فهذا خطأ فاحش. ولكن من هو زكية الحقيقية؟ ومن هي زكية الحقيقية؟ ولصالح من استمرار هذا الالتباس؟ أنا لا أعرف، ولا داعي لمحاولة حل هذا اللغز الآن، فلندع الأمور على حالها. اسمي الحقيقي هو صبي التوصيل والترويج، لذا أنا أعرف خفايا عائلات كثير. حميد. ها؟ حمدة. يا حمدة. نعم. هل كلمتني؟ نعم ولم ترد كالعادة. ماذا تقل؟ موقع الحكمة. حكمة. حكمة. وجدته. اسمه. كل ما هو صل يتحول إلى أثير. التجاهل ضروري أحيانا.
التحرر يعكر صفاء العبودية. ليس كل ما يلمع ذهبا. الصمت أنا. الصمت تواطؤ. لا تسني ظهرك إلى غدار فتسقط. معرفة عمياء. من يفهم لا يعرف. حتى الجاهل يعرف. الكلام بالمجة. الكلام عند الحاجة. معدن الناس تكشفها الحاجة. الحاجة أم. اللجاجة أب. كل كلام عن شيء كلام عن ضد. الغيرة تأكل البصيرة. افرد رجليك على قدر الحصيرة. الحياة قصيرة. قول على قول. المعرفة للعقول المستنيرة. العارف تفقده المعرفة. قد ترى ولا تعرف. أنا أعرف إذا أنا موجود. إن عرفت من تسمع منه عرفت ما تسمع. الحرف يعجز أن يقبل عن نفسه. العلم الزينة. العلم كالكرة والكون كالميدان. العلم المستقر جهل المستقر. المعرفة التي ما فيها جهل هي المعرفة التي ما فيها معرفة. إن علمت علما خالصا فأنت الثالث. وإن جهلت جهلا خالصا فأنت ملآل. الجهال سعداء. كنت سعيدا عندما تزوجنا. أتذكرين؟ تلك ولا تعاد. السعادة العائلية نعمة. نقمة. نعمة. نقمة. نعمة. ليس أنت من عائلة سعيدة. عندي رسائل كثيرة. جاء الفرج. ما دمنا قد التقينا من جديد فلنحاول يا عزيزتي ألا يفقد أحدنا الآخر ولنعد إلى حياتنا الأولى. أكيد أكيد أكيد. طبعاً يا عزيزي. طبعاً أكيد. ألو حمدة. أنا زكية. أهلا أهلا. وصلنا أنا وزكي. من أين؟ أنا كنت عند الكوافير وزكي كان في الوقهة. لا تتكلم عني رجاء. كلم صديقك إذن. ألو. عملتي بيتيكو؟ وصلنا. من أين؟ مانيكير أولا. أنا كنت في المطعم. في مانيكو؟ من كان معاً؟ لا بيديكير ومن ثم الشلة التي تعرفها. طبخت شعري. هل كانت من نوابة النادلة الشقراء؟ لا يعجبني الشعر وأشكر. يخرب بيتها تزيد على الفاتورة والجميع يسكت. صبغت شعر شقراء غدر. غنجها ساحر. الشعر الأشقر رائج جدا. لو كنت امرأة لاستخدمت الشعر الأشقر. نعم كان غنجها ساحر. إذا كنت أذهب إليها يوميا. أنا وأصدقاء. نعم يوميا. وردة جورية. من رمى؟ لا يهم. بل يهم. عجيب. لا أحد. كيف؟ لابد من وجود أحد. رب رمية من غير رامي. السماء لا تمطر ولودا. يا ويدي مني اشتري. إنها رسالة. رسالة بلا مرسل. كوفي. تشبه الأولى تماما. سي
الكثير. اظهر وبان عليك وعليك الامان شبان بلا رجوله. لو كان امر امدا كنت ستقوم بلا انوثه. ليس من طبع النساء اهداء الونوث. يا في تعال ود يا جنان الويل السماء تمطر ورودا. لا احد يتحرك. لا احد يتحرك. الورود تزعجك أما الحلول فتسعدك. يا لكم من رجال. هل وصلتكم ورود عيد الحب؟ فالنتاين. عيد فالنتاين، عيد الحب، ولكن أن الحب في المنفى؟ نعم الله المنافع. اهدوا الورود لنسائكم وأحبائكم، تصبح حياتكم أسعد. 7 وردات فالنتاين بسعر 4. قطعتي قلبنا. تروجين لورود عيد الحب؟ ولأشياء وبضائع أخرى كثيرة ونادرة. مثلا؟ اسمع، ضاعت امرأة في الصحراء. فهاجمها التمساح فصارت تركض وهو يركض حتى رأت شجرة أرز باسقة فتسلقتها. فصار التمساح يقرض هذه الشجرة بأسنانه الحادة حتى أوقعها. فقفزت المرأة إلى طائرة شراعية كانت تحلق بجانب الشجرة ونجت بنفسها. استخدموا معجون أسنان ماركة التمساح، إنه يجعل عضتكم أقوى 10 مرات. رائع. تحبينا بواحد أبوك. ولكن ماذا حصل للتمساح؟ ركب الطائرة التالية. أنا عندي وكيلة. ما اسم حساء الدجاج المشهور اليوم؟ حساء الثعلب، ماركة الثعلب. تمام. تنكر الثعلب بهيئة دي ودخل قن الدجاج. تزحمت حوله الدجاجات وصرنا يبقبقن ويدورن حوله. ما أحلى. ما أفتى. ما أقوى. مهدوم مهدوم مهدوم. لكنه لم يبالي بكل أقوالهم وقال لهم، أنا مشغول جدا اليوم، لذلك سأخذ دجاجتين وسأعود غدا. وانتقى أسمن دجاجتين وعاد إلى بيته. فعمل من الأولى حساء بالزعفران، وعمل من الثانية حساء بالزعفران. تربحون علبة حساء مجانا عندما تشترون علبة ماركة الثعلب. نوليت قصة عن الشعر الأشقر. اسمع، كانت تعيش في إحدى المدن فتاة شعرها أسود جعد، ولم يكن أحد من شبان حيها يلتفت إليها. وذات يوم سمعت من صديقتها التي سمعت من ابنة عمها التي تعيش في أمريكا بأن جارتها تزوجت من شاب كوبي بعدما مات زوجها الكوبي الأول مخلفا لها 4 أبناء. اسم الأول خوسيه، والثاني خوسيه، والثالث خوسيه، والرابع خوسيه. وأنجبت من الثاني 3 أبناء. اسم الأول خوسيه، والثاني خوسيه، والثالث خوسيه. وصدف أن أحد الخوسيات تزوج من فنانة أمريكية
لها شركة لصبغات الشعر، لكنه مات قبل أن ينجب، فتزوجت من خوسي آخر وابتكرت صبغة الشعر تجعل الشعر ناعما كالحرير وتعطيه لونا ليس له مثيل. فحصلت هذه الفتاة على الصبغة الشقراء، وعندما استعملتها سقط شعرها الجعل وبانت لها صلعة وردية ببشرة كبشرة الأطفال، وصارت أينما مشت تلفت أنظار الكبار والصغار. اشتروا صبغة خوسيه، الصبغة التي تعطيكم بشرة وردية كالحرير ولونا ليس له مثيل. اشتروا تكسبوا 3 عبوات بسعر عبوتين، توفرون مبالغ كبيرة عند كل شراء. أنا لدي قصة مرعبة. في مختبرات إحدى المدن تمكن أحد العلماء من اكتشاف عقار يجرد البشر من العواطف ويزيد سرعتهم البدنية والعقلية أضعافا مضاعفة، وبتجربة هذا العقار على الفئران صارت تتمتع بنشاط هائل وتنمو بسرعة رهيبة، فبنوا لها أقفاصا كبيرة وصاروا يغذونها بكمية هائلة من اللحوم ولا تشبع. وفي أحد الليالي تمكن أحد الفئران من فك باب القفص وفتح الأقفاص الأخرى واستعمل على المختبر، وجمع فئران المدينة وأعطاهم من هذا العقار، وصاروا يهاجمون المستودعات والمتاجر. عندما نفذت الأغذية صاروا يهاجمون السكان ويأكلون لحومهم، وفر من بقي حيا إلى أماكن نائية فلحقوا بهم، وجرت معارك شديدة بين جحافل الفئران والبشر، حتى اخترع العلماء عقارا آخر يرشونه على الفئران وعلى أوكارها فتصاب بالشلل في الحال وتموت. وفر من بقي حيا إلى أماكن نائية وظل خطره قائما. أما العقار القوة فإنه يستخدم في الحروب ويباع بأغلى الأسعار. عقار القوة ليس له ند في العالم. أنا تذكرت واحدة طريقة. ذات مرة في قديم الزمان نشبت حرب بين مملكتين متجاورتين، اشتبك الجيشان بعزم كبير وصيحات حرب مدوية، وسقط المئات بين قتيل وجريح. لكن حدث شيء كالمعجزة، تحول كل مصاب إلى أرنب وديع، وامتلأت ساحة الحرب بالأرانب، وترك الجنود أسلحتهم وصاروا يحملون الأرانب ويداعبونها. واحتار الجنرالات ماذا يفعلون، وخطرت لهم فكرة ماكرة. قرر الجنرالات من كلا الطرفين إنهاء الحرب والاستعاضة عنها بسباق أرانب، وينتصر الطرف الذي تفوز أرانبه بالسباق. ومنذ ذلك اليوم صار سباق الأرانب حدثا سنويا للاحتفال بنهاية هذه الحرب العبثية بين هاتين المملكتين. لكن جنرالات آخرين من ممالك أخرى صاروا يشعلون حروبا بين ممالكهم لكي يتحصلوا على أعداد وفيرة من الأرانب التي صاروا يتجرون بها ويكدسون من تجارتها أرباحا هائلة. اشتروا أفضل أرانب العالم الوديعة بأبخس الأسعار تسعدون بها عائلاتكم وأولادكم، أسعار لا تضاهى تقدمها شركة إدارة حروب الأرانب المتحدة. أما البلاستيك فله قصة. قصة البلاستيك. اكتشف العلماء جزيرة عملاقة في محيط الهادئ تبلغ مساحتها 1,600,000 كيلومتر مربع، وتضم أكثر من 2,000,000,000,000 قطعة بلاستيكي. أشرفت شركة الصناعات الأممية المتحدة لتدوير البلاستيك على تحويل النفايات إلى نباتات وأشجار بلاستيكية، وصارت تصدرها إلى كل أنحاء العالم، واستغنى ملايين البشر عن زراعة الأشجار في بيوتهم وحدائقهم واستبدلوها بالبلاستيكية لأنها عديمة التكلفة، فهي لا تحتاج إلى أي عناية ولا ري ولا أسمدة ولا مبيدات. البلاستيك مصدر توفير كبير وراحة مال وازدهار،
زينوا بيوتكم وحدائقكم بأشجار لا تأكل ولا تشرب ولا تزعج ولا تعتب. أما أراضي الغابات المحروقة فأصبحت الأشجار البلاستيكية دواء لها. من أحرق الغاب؟ الجنرال أحرق الغاب. لماذا أحرق الجنرال الغاب؟ أحرق الجنرال الغابة ليشعر غليود. لماذا أراد الجنرال أن يشعل غليوله؟ لكي يصوروا وهو يبتسم ويدخن الغليود. لماذا أراد الجنرال أن يصوروه وهو يدخن الغليوم ويبتسم؟ لأنه أحرق الغاب. لماذا يبست شجرة الياسمين؟ لأن الأشرار قطعوا عنها الماء. لماذا قطع الأشرار عنها الماء؟ لأنهم يكرهون رائحة الياسمين. لماذا يكرهون رائحة الياسمين؟ لأن رائحة الياسمين تصدع أدمغته. قصص رائعة فاخرة. قصص التخفيضات هي الأهم في العالم. لحسن سوء حسن الحظ. هكذا تكون الحياة وإلا فلا. من القائل؟ أبو كعب بن مكعوب بن كويع بن كعب، لكنه لم يقل هكذا تكون الحياة وإلا فلا. ماذا قال؟ قال هكذا هي الحياة، اترلم لا ترلم لا. لكن سمعان الغاوي لم يقل شيئا لأنه لم يكن قد ولد بعد. ومتى ولد؟ ولد بعد جده لأمه مباشرة. وما اسم جده؟ الفرنقع الذي قال الكثير ثم صمت حتى النهاية. ولماذا لا يصمت؟ الصمت مفتاح الفرج. الصمت ملح الرجال. والمرأة؟ المرأة إنسان والرجل إنسان. المرأة تأكل وتشرب والرجل يأكل ويشرب. المرأة تحب وتكره كما يكره الرجل ويحب. إذن المرأة رجل. المرأة أنثى والرجل ذكر. ولكن لولا الكهرباء لجلسنا نشاهد التلفزيون على العتمة. ولولا العتمة لولا العتمة لقل الإنجاب في العالم. لكن الحروب والزلازل تعدل الكفة. ولكن أهم الزلازل هي زلازل التخفيضات. التخفيضات تفتح باب التوفير عنوة. تصور تشتري وتوفر وتوفر وتشتري. التوفير يوفر. الحياة كلها توفير. لأنها حياة هكذا باختصار. تشتري حذاء وتوفر. تدفع أقساط مدارس أولادك وتوفر. تدفع أجرة بيتك وتوفر. يا لك من موفر. تسير بالشارع فتشعر بأنك ستطير مع كل هذا التوفير. تأكل الأطايب وتوفر. تجتاز المقهى وتدخن نرجيلة بنكهة البطيخ. وتحس بأنك على المريخ وتوفر. التوفير يطال الأعمار أيضا. أستطيع بل يمكن جدا أن توفر 5 سنوات أو أكثر من عمري وترتاح قبل الأوان. وتظن أنك ستنيها هناك في الآخرة. وفر فتحلق عاليا. أعلى فأعلى فأعلى. تحلق ومعك قائمة بأشغالك التي لم تنهيها وأنت على الأرض. وتظن أنك ستنهي هناك في الأعالي. ومعك صورة العائلة وبطاقتك البنكية وربما صورة قطتك أو كلبك أو مديرك الذي تحبه حتى الجنون. حلق أيها الإنسان. حلق عاليا. حلق مع الترويج للتخفيضات. الفوارق طبيعية غير طبيعية. جليد القطب يبكي بحرارة
البلاستيك قوة غاصبة. الغابات تلعب بالنار. المحيطات تتعفن. الأذن عذر رتق على الراتق. الحروب ألعاب نارية. الزلازل تغازل والقبور منازل. الأرض في غرفة الإنعاش ورؤوس الأموال في انتعاش. إن قتلك الجلاد فأنت ضد، وإن أحياك فأنت عبد. البحر يأكل الجياع، الحمقى يعلمونك الصمت. التعصب حضارة والقتل شطار. العقل ليس للعقلاء، اللسان ليس للتفكير. العين ليست للرؤية، الأذن للطاعة والرأس للشفاعة. تفاهات أنيقة، ربطات عنق بلهاء. بوتوكس مجنون. الأرض تفترش الصحراء. الجهل منارة والعقل خسارة. طيور الحرب الحضارية تغطي سماء قارات حضارية، لتبذر فيها بيوضها الحضارية، فتظهر في كل جنبات الأرض الحضارية شقائق النعمان الحمراء الحضارية. عفوا سيدي، يبدو لي أنني التقيت بك في مكان ما. وأنا أيضا سيدتي، يبدو لي أنني التقيت بك في مكان ما. يجوز أنني لمحتك في جونيا صدفة؟ شيء عجيب، أنا جئت إلى بيروت من جونيا اليوم، ولكنني لا أتذكر شيء. عجيب، وأنا أيضا جئت من بيروت إلى جونيا اليوم. شيء عجيب. غادرت جونيا الساعة 8 صباحا. شيء عجيب، وأنا أيضا غادرت جونيا الساعة 8 صباحا. أنا أخذت حافلة الساعة 8. يا للصدفة الرهيبة، وأنا أيضا أخذت حافلة الساعة 8 صباحا. إذن لعلني لمحتك على الحافلة على الأغلب. هذا شيء جدا، هذا ليس مستبعدا، ولكنني لا أتذكر شيئا. كان مقعدي رقم 8 وراء السائق. عجيب، وأنا مقعدي كان رقم 7 وراء السائق. إذن كنت تجلس بجانبي في نفس المقعد. من الجائز أننا نتقابل هناك. هذا جائز جدا. جائز ربما. أنا أسكن في شارع الحمراء. وأنا أسكن في شارع الحمراء. أنا أقطن في البناء رقم 7 يا سيد. وأنا أقطن في البناء رقم 7 يا سيدتي. إذن لعلنا تقابلنا هناك. هذا جائز جدا، ولكنني لا أتذكر شيء. شقتي في الطابق 7 وهي رقم 7 يا سيد. وأنا شقتي في الطابق 7 ورقم 7. عجيب، يوجد في غرفة نومي سرير عريض مغطى بلحاف أخضر، وغرفتي هذه تقع في نهاية ممر بين الحمام والصالون يا سيد العزيز. يا للصدفة الغريبة، أنا أيضا يوجد في غرفة نومي سرير عريض مغطى بلحاف أخضر، وغرفتي هذه تقع في نهاية ممر بين الحمام والصالون. إذا يا سيد العزيز، أننا نسكن في نفس البناء وفي نفس الشقة وفي نفس الغرفة وننام على نفس السرير، فلعلنا قد تقابلنا هناك. حقا عجيب، من الجائز أن تقابلنا هناك، ولكنني لا أتذكر شيء. عندي طفلة صغيرة عمرها 5 أعوام، وهي شقراء وجميلة جدا، ولها عين حمراء وعين بيضاء، واسمها الروعة يا سيد العزيز. عجيب، أنا أيضا لدي ابنة صغيرة عمرها 5 أعوام، وهي شقراء وجميلة جدا، ولها عين حمراء وعين بيضاء، واسمها روعة يا سيدتي. قد تكون نفس الطفلة يا سيد العزيز. هذا شائس جدا. إذن أعتقد يا سيد العزيز أنه ما من شك بأننا قد تقابلنا هناك، وأنت زوجي زكي راتب. <تصفيق
برافو إيمان، برافو إيمان،